السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم خالد سمو من قناة سمو برو. هذه الحلقة سوف نقوم بمراجعة منتور صغير لكنه مهم جدا. فهذا المنتور هو عبارة عن لوحة مفاتيح، لكن لوحة مفاتيح صغيرة كما تشاهد معي الآن وجد رائعة. فبالنسبة لهذه لوحة المفاتيح يعني سعرها مرتفع في المغرب، فيمكن اقتناؤها من موقع بانجود كما قمت يعني بشرائها من موقع بانجود، وسأضع لك رابطها أسفل الفيديو. فبالنسبة للعلبة عندما ستأتيك ستأتيك يعني على شكل بلاستيكة بهذا الشكل، وهنا بعض المعلومات الخاصة بالبلاستيكة كما تشاهد معي، يعني هذه بعض المعلومات الخاصة بخاصة بالمنتوج. وكذلك ستجد هنا كتاب يعني يخبرك فيه كيفية الاستخدام أو طريقة الاستخدام هذا الكلافي أو هذا لوحة المفاتيح. وتبقى أهم شيء وهي هذه لوحة المفاتيح كما تشاهد معي الآن، يعني هذه لوحة المفاتيح ستقوم يعني باستخراجها من البلاستيكة، ويعني هذه خاصة بالسوري أو يعني بالفأرة، وكذلك يعني هنا تشتغل بالحجر وكذلك بالبطارية بالطبع، وكذلك هنا بالبطارية الخاصة يعني يمكن اقتناؤها. هي من المفروض أن تكون تأتي مع المنتوج لكن لم تأتي، يعني أن الموقع لا يبيع لك البطارية بل يبيع لك فقط هذا المنتج. وكذلك تستجد هنا USB كما تشاهد معي الآن أو كلي خاص بالربط، يعني عندما ستريد استخدام هذا المنتوج يمكن ستقوم باستخدامه عن طريق يعني هذا USB، تقوم بوضعها في الحاسوب أو حتى في التيفي أو في التيفي بوكس بالطبع، ثم بعد ذلك تقوم بوضع هنا الحجر كما تشاهد معي الآن. فكما تشاهد معي الآن سأقوم بوضع يعني هنا البطارية، أوكي سأقوم بوضع الحجر، أوكي وكذا ثم وكذا، وسأقوم الآن بإغلاقها على هذا الشكل. يعني في الفوق هنا ستجد يعني هنا on off، أوكي. فبالنسبة لي on فهي خاصة ب يعني عندما تريد اشتغال أو تريد إشعالها ستعطيك يعني بالطاقة هنا بتحويلها إلى on، ستجدها هنا باللون الأزرق. وهذه لوحة مفاتيح كما تشاهد معي الآن، جميلة وجد رائعة، وحتى أنها صغيرة ويمكن التحكم فيها، يمكن حتى أن تشتغلها أن تقوم باشتغال بها عن طريق الهاتف الخاص بك في حال كنت تريد أن تقوم باشتغالها مع الهاتف. فبالنسبة كذلك يعني سنقوم الآن بتجربتها على الحاسوب، وكذلك سنقوم بتجربتها على التلفاز لترى معي مصداقية هذا المنتوج، وهل يشتغل بالطبع في من خلال يعني الحاسوب وكذلك من خلال التلفاز. ابقوا معنا. فكما تشاهد معي الآن يعني سنقوم بإدخال يعني USB، سنقوم بإدخالها في المكان الخاص بها، أوكي. الآن قمنا بإدخالها، ثم بعد ذلك استظهر لك في هذا المكان أنه تم إدخال أباري جديدة أو USB جديدة، أوكي. سنقوم يعني بالانتظار قليلا، ثم سنقوم الآن بالتحكم عن طريق يعني فقط انظر كما تشاهد معي الآن، أنا أتحكم فقط عن طريق الكلافي، أوكي. كما تشاهد معي الآن يتحكم عن طريق الكلافي من هذا المكان. فكما تشاهد معي الآن يعني سأقوم بكتابة أي شيء هنا على سبيل المثال، سأقوم بكتابة هنا خالد، أوكي. يعني فقط للعلم فالكلافي هو كويتي وليس أزيرتي، فيعني للعلم فقط، ويمكن أن تقوم فقط بحفظ يعني حفظه على أنه يعني كويتي، أوكي. يمكن كذلك أن تقوم يعني فقط بتغيير اللغة وسيشتغل معك يعني أوكي خالد، أوكي. وها هي الآن قد تم كتابتها فقط عن طريق هذا الكلافي أو هذه لوحة المفاتيح. لذلك يعني فقط يمكن التحكم يعني عن طريق هذه الأماكن، يعني في حال كنت تريد أن تشغلها يعني سواء في الألعاب سواء حتى في التحكم يعني من خلال يعني هذا الزر هنا، أوكي. فحينها يعني هناك أوكي، وهناك العديد من المميزات في هذا بهذه لوحة المفاتيح. فبالنسبة كذلك يعني يمكن أن تستغل معك في التلفاز كما ستشاهد معي الآن في هذا الفيديو. ابقوا معنا. فكما تشاهد معي الآن أنا سأدخل الآن USB وسأشتغل بأدخلها بالطبع في التيفي بوكس، وسأشتغل الآن بالكيو، يعني سأقوم فقط بتشغيل لوحة المفاتيح. وكما تشاهد معي الآن ها هي تشتغل. سأجرب يعني في أي تطبيق، سأدخل فقط إلى الأب، أوكي. ثم بعد ذلك أختار يعني أي تطبيق على سبيل المثال هذا التطبيق، وسأختار فقط يعني أي شيء يعني فقط لتشغيل. ففقط هذه حلقة اليوم، فقط أنا شاركت معكم اليوم يعني حلقة بخصوص لوحة المفاتيح الصغيرة، يمكن أن تقوم باقتنائها من الرابط الذي ستجده أسفل الفيديو. في حال أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على لايك، وكذلك لا تنسى الاشتراك في قناة. كان معك خالد سمو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.